مساء النور، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده، وتحيه شكر وتقدير لكل الاطر اللي كتضحي بسلامتها من اجل الحفاظ على سلامتنا، وكذلك تحيه شكر لكل مواطن مغربي جالس في داره ومحافظ على سلامته وسلامه اهله وسلامه وطنه. خاصنا نتضامنوا جميع مع خوتنا، مع جيراننا، مع كل خوتنا المغاربه اللي محتاجين لنا دابا اكثر من اي وقت. انا معك.